مرحبا بكم خياتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله نديروا حلوة اللمبوط للعيد الاضحى. ان شاء الله عيد الاضحى نبداو ديراكتومون في طريق التحضير، والمقادير راكم تلقاوهم في اسفل الفيديو. ما تنساوش تابوني خياتي وتبارطاجيو. الحاجه الاولى واش نسحقو؟ عندنا 4 حبات بيض ميكونوش باردين، وكاس ماشي معمر سكر، نحي منه غير ان دوا، مع قرصه الملح. الا عندك بيتخان خدمي بالبيتخان، طلعوا غير البيض، ولا عندك باتر خدمي بالباتر. قسمي يدوبلنا برك السكر هذاك، من بعد نضيفو كاس معمر تاع زيت، نفس الكاس اللي درت به السكر نعمروه كامل زيت ونضيفوه تدريجيا، والباتور ولا البيترا راهو يكمل الخفق. نحبسو الباتور تاعنا ولا البيترا، هنايا نضيفو قشور الليمون ولا البرتقال. نزيدو ملعقة صغيرة تاع لافاني، نستعملو فوي ولا بيبي دوك. من بعد نضيفو كاس معمر تاع لا مايزينا، نفس الكاس نصيعو، مع كيس خميرة تاع الحلويات. نبداو نضيفو الفرينة بالكاس، هذا الكاس الأول، دايما نصيعو، الكاس الثاني تاع الفرينة، نزيدو الكاس الثالث، من بعد نضيفو الكاس الرابع نكملو باليد. العجينة هذه تجي بزاف طرية باش تقدر تمشي لنا في اللمبوط. نزيد نصف كاس تاع فرينة، كاين فرينة اللي تشرب كاين فرينة اللي ما تشربش.
وعلى حسب حبة البيت، كاين اللي عنده بيت كبير وكاين اللي عنده بيت صغير. صافي، هنايا بدات لنا كاس مايزينا وربعة كيسان ونص تاع فارينة. شوفوا العجينة شحال تجي طرية. نفرشو بابي نيسون تاعنا سنيوة، نعمرو لابوش تاعنا ولا خدمي باللمبوط انتي كيفاش حبيتي. إذا استعملتي لابوش ادوي ديري تاع القماش باش تسهل عليك المهمة. نخرجوا العجينة غير بالعقل وبعد نشكلوها كيما نحب. نرويها شوية ندورو بهاد الشكل. تكونوا تدوروا فيها اكيد تكونوا تخرجوا في العجينه، سيو دوروها غير بالعقل باش دي شكل شباب. الفرن شعلته ديجا من قبل باش يسخن، نحطو حلوة اللمبو تاعنا طيب من بعد راكم تشوفوها كيفاش خرجت الحلوة. راهي طابت خيتي، عيونها الشوطة سكر غلاس من الفوق. جربوا الوصفة خياتي، إن شاء الله تكون عجبتكم. تلاقوا في فيديوهات واحدة أخرين مع بنت القصبة. تهلاو في روحكم، بقاو على خير.